اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول خليها سمك اكيد بفكر تاني وبطعم تاني. معانا السمك الفيليه القشر البياض اللي هو خالي من الحسك او الشوك، هنعمله مشوي. مشاكلنا مع السمك الفيليه لما بنشويه يا شيف مغازي بيلزق مننا في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. هنشويه ازاي ويطلع معايا سليم ازاي وياخد فليفر الزبده مع الليمون؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. معانا جندوف الاسكندراني. الجندوف الاسكندراني مشهور في بعض المطاعم، بيتعمل بالتومه بالكزبره، بياخد الطعم بياخد كريمه. تعالوا نشوف نعمل شويه جندوفلي ازاي، ونتكلم عن الجندوفلي نخلص من الرمله والطينه اللي بتبقى موجوده، اللي ممكن واحده بس منه تعكر مزاجنا وتبوظ علينا قيمه ماليه كتيره قوي. الجندوفلي بتاعنا اللطيف الحلو ده كده. معانا تونه غنيه باوميجا 3، وكلنا عارفين التونه اكله المكرونه المشهوره بها الرجاله لما يخشوا المطبخ نتيجه العزوبيه، مسافر قاعد لوحده، فاسهل حاجه يجيبها علبتين تونه، يا اما ياكلهم بسلطه يا اما يعملها مكرونه. فتعالوا نعمل المكرونه النهارده بفكر مختلف، هنعملها مع الخضار، نشوف نعملها مع بعض ازاي، وهنستخدم المكرونه الاسباجيتي. مكرونه اسباجيتي بالتونه بالتاكيد مع المغازي لها طعم تاني. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، والاكله النهارده طعم فوسفوري وشكل فوسفوري وقيمه غذائيه عاليه جدا، وخاصه اوميجا 3 اللي بتساعد على محاربه الزهايمر يعني النسيان. تعالوا نعمل مع بعض الجندوف الاسكندراني. ازاي نعمل شويه جندوف الاسكندراني مع بعض؟ بطريقه بسيطه وسهله، ونتلاشى مشاكل الجندوفلي مع مقفول مفتوح الرمله، نتيجه طبعا الجندوفلي دايما بيكون مجاور للرمله، فلازم ده يتحط في ميه مالحه لغايه لما يبخ رملته، وبعدين نتخلص من الرمله. نعرف ازاي؟ زي الفل تمام. بنحطه طبعا في ميه الغطسانه يبقى فيها رمله، والسليمه بتبقى عايمه على الوش. حلو الكلام. ادي الجندوفلي بتاعنا جاهز في طاسه دي زي دي كده، ده سريع ما بياخدش 3 دقايق على النار في السوى. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط معلقتين من الزيت معاهم مكعب زبده مع فص ثوم وبقدونس وكزبره خضراء. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ثوم، كزبره خضراء، ننزل بالجندوفلي بتاعنا. ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. خلاص مهم جدا الجندوفلي ده ينزل على طاسه شديده الحراره. هو على النار كده بنسيبه ياخد التوابل بتاعته. الجندوفلي بريء من الكمون، بريء من الكزبره الناشفه، ده عايز رشه ملح، رشه فلفل اسود، والكزبره الخضراء والتومه، والمعلقات الكريمه اللباني لتثبيت التوبنج داخل الجندوفلي. بس خلاص بنقلبهم مع بعض تاني. خلص كده يا شيف؟ خلص كده. ده الجندوفلي الاسكندراني. طبعا لحضراتكم لازم تعرفوا ان الجندوفلي ده ممكن يتاكل ني مع عصره ليمون ورشه فلفل على الحبايه اللي جوه دي كده، اللي انا هجيبها لمخرجنا الجميل دي كده. شوف مخرجنا اهي الفص اللي جوه ده. على فكره الجندوفلي لو حي وشايفينه طالع، اخواننا في اسكندريه في الساحل في كل منطقه، ده بيتاكل ني، رشه عصره الليمون بالليمونه ويتاكل ني. انا شخصيا بحبه ني، بس لازم يكون صاحي. لو زي بالشكل ده كده يتعمل ايه؟ في الطاسه. وجبنا الخلاصه، الجندوفلي هنا جاهز. تعالى نغرفه مع بعض. يا نعم
سؤال جالنا على السوشيال ميديا، نحط صوص الليمون اللي انا حطيته على السمك ممكن نحط مكانه عصير برتقال؟ ممكن، اللي احنا حابينه مفيش اي مشكله. الجندوفلي جاهز هنا، نغرفه مع بعض سريعا. جندوفلي يا اختي ما يتحطش على النار كتير عشان اللحمه اللي جواه تبقى حيه. الله، شويه الصلصه دول مهمين. الف هنا وشفا للي ازاز جندوفلي. خلص حلقتنا النهارده، بساطه سهوله مرونه. خليها سمك النهارده بطريقه بسيطه بتكلفه قليله. علبه التونه في متناول الجميع، هتلاقيها في درج الثلاجه سايباها ونسياها. كيس مكرونه سباكيتي جبتيه، شويه كوسه مع شويه جزر، عملنا لوحه فنيه. عندنا شويه الجندوفلي الحلوين، نزلنا على حلقه السمك جبناهم، معلقه زيت زيتون مكعب من الزبده، عملنا شويه جندوفلي. الاطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، حاجه لطيفه وجميله، وعلى فكره ما فيهوش منه مشاكل، هو امن يعني ما فيهوش لا شوك ولا اي حاجه. معانا بقى السمك الفيليه الجميل اللي قدام حضراتكم ده كده، حاجه لطيفه وجميله. عايز ده شويه الرز البسمتي اللي من غير اي توابل، ودي الاكله بتاعته والعدل بتاعه. او تعمليه سندوتشات لاولادك في العيش الكايزر او العيش البتيبان عادي مع المايونيز او مع التوميه او الكاتشب. دي الطريقه اللي ممكن نقدم بيها السمك الفيليه. قصه ان احنا نقدم مع السمك الفيليه بقى خضار سوتيه والجو ده كده، ده رايح في سكه تانية. في قطعتين من السمك الفيليه شويناهم بطريقه لطيفه، هنا السمكايه شربانه من البيون او الفليفر او الميريني اللي انا تبلته فيه. بساطه سهوله مرونه، بنشوفها كل يوم على شاشه القناه الاولى، مش حارمينكم من حاجه، احلموا بس. حطوا ارائكم على السوشيال ميديا، على الصفحه الرسميه للقناه الاولى، صفحه اكله امي. تابعونا، شوفوا عايزين ايه، واحنا نعمله لحضراتكم تاني يوم مباشره على طول. يعني نعمل الحاجة بطريقة بسيطة وسهلة لكل اللي بيشوفونا، مش قصة تكلفة أو غير تكلفة، قصة إن احنا نعمل شكل جديد بأقل تكلفة ممكنة، ولكن كمان طعم جديد. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.